بسم الله، الحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنيران. الآن سنقارب الآية الأخيرة أي 286 من سورة البقرة، وعلى الله توكلنا. شوف البشرى، شوف البشرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على قدر استطاعتها. تكاليف ما هيش مشطة، تكاليف ما هيش غير محدودة. قالك ربي لكل شخص من الثقلين، فهمتني، من يأمر ربي إلا بمستطاعه، واتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. شو العدل الإلهي، حساب مضبوط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا الشق الثاني يرد بالك منه، يا مؤمن يا مؤمنة، رد بالكم، وعليها ما اكتسبت. أي مشي حاسبك ربي بمقتضى ما فرطت في حق الله، تمردت على أوامر الله، قالك لا وانت قلت لا. ايه هو هذا من ايه تحت ضغط ابليس لعنه الله، اللي يوصل اللي يقترب ذنوبه خاصة الكبائر، هو وقت تابع ابليس مش تابع الرحمن، اللي قال لنا فيه ربنا اللي هو عدو مبين. ولا تتخذوا ربا من دوني، ما له حتى خصلة اللي تخليه يكون معنا كرب، لنا الرب واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، هانيئا لها. الطاعة والذراعة من خصال أمة نبينا عليه صلاة الله وسلامه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حذروكم، الينبغيات أين أنتم منها اللي تدعون الإسلام واللي تدعون اليهودية واللي تدعون النصرانية؟ لها ما كسبت وليها، جد بالمبرات ستجزى جزاء حسنا. وربي خاصة في ميدان الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. السالاري إليميتي، لا ريتريبيسيون إلي توتافي بوزيتيف. يقول لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا أتبعتها. وبعد تقولوا احنا مؤمنين، منين جاكم الإسلام؟ تجيب أنا طفيت كما يقولوا العامة على أوامر الرحمن وتبعت الشيطان. قالك عليك عليها ما اكتسبت نفسك أنت، عليها ما اكتسبت ستحاسب، وخاصة إذا كان ناقشك ربي الحساب تخبت فيها، مش تكون من نزلاء النيران والعياذ بالله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. سمعنا وأطعنا، ربنا اهدنا سواء السبيل وابعد عنا كل شيطان رجيم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا احنا متوجهين لي فقط، معناش رب اخر معاه، ربي لا يقبل الشراكة. ويقول في شأن الشرك أنه ظلم عظيم، يعني ضخم، ظلمت نفسك من وين؟ والوين توصل للظلم؟ تتمك ستبعث وستجمع مع كل الخلائق اللي مش حسبها رب العالمين. علاش ما تسدش كان طريق السلامة، طريق سمعنا وعطانا؟ أما سمعنا وعصينا طريق اليهود ومن نهج منهجهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. واللي يقول لا للرحمن
قد هوى في نيران لا قعر لها. نجم نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني احنا نهر ورحنا ننساو وعنا أهلية كبيرة للخطأ، كل بني آدم خطأ، هذا نعترف احنا، قولوا ربنا لا تؤاخذنا، يعني ما تحاسبناش، خاطر حسابك في الميدان هذا حساب الاقتراف للذنوب والكبائر، احنا رانا عارفين أن فما كبائر وإحنا نتجنبها ما كانت لنا الاستطاعة والعلم بها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. شوفوا بقية الآية الشريط الثالث إن شاء الله.